يعني زوج فترات هذوما هما الناس اللي قدمت في الفترتين هذوما ملفات الترشح نتاعهم للبرنامج هذا. بالنسبة للبرنامج هذا فيه ثلاثة مواقع في ساقس، الموقع الأولاني هو في عقارب وفيه 25 مسكن المساكن هذوما 25 مسكن جاهز، والموقع الثاني هو يهم بلدية الحنشة أو معتمدية الحنشة، هو مشروع تهيئة 48 مقسم اجتماعي في الحنشة. والمشروع الثالث هو يهم 155 مسكن بمعتمدية ساقية الزيت اللي هم تاو موجودين في الأنس. دونك عليها هذوما زوز، ثم لازم أنا نعطيك بعض المعطيات باش تكون معناها أكثر دقة. هو بالنسبة للمترشحين على في عقارب فما 100 عدد 132 مترشح ل 25 مسكن، وبالنسبة للحنشة 165 مترشح ل 48 مقسم، وبالنسبة لساقية الزيت 516 مترشح ل 155 مسكن. هذوما الملفات اللي جات، الملفات اللي وردت على المعتمديات الثلاثة هذوما فيما يخص البرنامج هذا اللي كنت نذكر فيه اللي هو عقارب والحنشة وساقية الزيت. شنو صار تو من 2012 ولا من 2016 الى يوم الناس هذا؟ بالنسبه لعقارب كما قلت لك عدد المساكن 25 مسكن، المساكن هذوما حاضرين، تم دراسه الملفات نتاعهم وتم تعليق معناها القائمات الاوليه بعد الفرز، اللي هي القائمات تعلقوا لمده شهر ابتداء من تاريخ 28 ماي 2020 إلى 28 جوان 2020 بالنسبة للعقارب والحنشة. اللي تعلقوا العدد المقبولين أو المترشحين المقبولين بالنسبة للعقارب فما 45 ملف مقبول على 132 ملف اللي قلنا عليهم اللو، وعلى 132 ملف بعد الفرز الكل ولو 45 45 مترشح ل 25 مسكن. واضحة؟ عاد فما 20 مش باش ياخذ، فما 20 في المرة الجاية في الليست داتونت معناتها في الليست داتونت. وفما بالنسبة للحنشة اللي هما عدد المترشحين 165 بعد الفرز فما 47 مقبولين حاليا، توا 47 مقبولين. به احنا الجلسة الأخيرة هذه اللي صارت معناها البارح بتاريخ 3 نوفمبر 2020 هو للنظر في الاعتراضات خاطر احنا مونا علقنا القائمات هذوما المترشحين معناها بصفه اوليه ولا بصفه مبدئيه، علقنا القائمه هذيا دونك جاوا فيهم اعتراضات، درسنا الاعتراضات في اللجنه عطات رايها، دونك احنا قاعدين تو نحينوا في القائمه تو النهائيه طبقا للاعتراضات الوارده على انظار اللجنه واللي بتت فيهم البارح اللجنه الجهويه للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. هذا هو معناه بالضبط شنو اللي صار. بقات ساقية الزيت بالطبيعة بعد ما نكملوا معناه القوائم النهائية هذه بطبيعة الحال باش يتعاودوا يتعلقوا القوائم النهائية ونعديهم زي كيف كيف اللجنة الوطنية تعاود تنظر فيهم، تنظر في الملفات الكل في كل ما صار في على النطاق الجهوي باش يمشي للنطاق الوطني، تنظر فيهم اللجنه الوطنيه دي تعطي معناها تعطي القائمه النهائيه، وبعد وبعد تصير معناها العمليه النهائيه اللي هي معناها ابرام العقود النهائيه وتسليم. قداش تقعد تقريبا المرحله هذه الكل سرجب؟ المرحله هذه ان شاء الله في ظرف شهرين.